السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث اليوم معكم عن ما حدث في مهرجان ستاند أب كوميدي والمهرجانات السابقة وبعض ما جاء فيها من المخالفات الشعبية. والله ما رأينا في الغالب إلا أمثال هؤلاء المهرجين الذين يصعدون خشبة المسرح ثم يتحدثون إلى الناس وكأنهم قطيع من الأغنام، لا عقول لهم ولا فهم ولا كرام. سمعتم كما سمعنا من يتحدث مع أطفال في عمر الزهور بلغة الشذوذ والمثلية وكأنهم بقية من قوم لوط. البعض يقول مجرد إيحاءات جنسية، ليست إيحاءات بل أصبحت تصريحات لوطية وشاذة ومثلية. لكن الجميل، ويمكن أحد يقول ليس الباقي فيها جميل، نعم الجميل أن يتعلم الجاهل وينتبه الغافل ويرجع المخطئ إذا عرفهم على حقيقته، لأنهم في الحقيقة يريدون أن يكون المجتمع صنوفا من أصحاب الشذوذ والمثلية والزنا. وكما قيل ودت الزانية لكل النساء زوان. ترهم في كثير من الأحيان يغلفون الدعوة إلى الشذوذ والزنا والفجور بعبارات مثل الثقافة والتقدم والحضارة. فلو قدرنا أن أحد من الناس حاول إيقاف مثل هذه السفاهة لقاموا عليه في اليوم الثاني في صحفهم ووسائل إعلامهم ووصفوه بالمتخلف الذي يريد إرجاعنا إلى الخلف. يقولون نحن نريد تحرير العقول، وهم في الحقيقة يريدون التحرر من أوامر الله عز وجل. أهل الحضارة والتقدم لا يقفون على خشبة المسرح ليعلموا أبناءنا الشذوذ بألفاظ يأنف منها المسلم قبل الكافر. ليست الحضارة في عمود من صحيفة يستهزأ فيه بآيات الله عز وجل وتكذب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض الإعلاميين. فتصويرهم للتقدم والثقافة والحضارة بمفهوم التمرد على شريعة الله عز وجل وأوامره هو استخفاف بعقولنا، لأننا نعلم بأن الحضارة لا تبنى بالتمرد على شريعة الله عز وجل، وأن التقدم لا يكون بالدعوة إلى الشذوذ والفجور والزنا. لازلت تتذكر البيت الذي حفظناه في المدرسة قديما، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. انظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتعرف حجم الجناية على صفة الحياء الذي لا يستحي، ليس له إلا الدم واللحم ظاهرا، ولا هو في حقيقة ميت في الدنيا وشقي معذب في الآخرة. لزوم الحياة أصل العقل وبذرة لكل خير، ولزوم قلة الحياة أصل الجهل وبذرة لكل شر. والله إني أخشى على الجيل القادم كيف أنه تربى في مثل هذه الوسائل لمتابعة الساقطين، كيف ستكون أخلاقه مستقبلا؟ كرر نصيحتي بالأمس، المشكلة في المتابعين الذين يجعلون من هؤلاء السفرة الساقطين مشاهير. صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أميت الباطل بالسكوت عنه، يعني أعرض عنه، لكن المشكلة أننا ننشر نطبل. المجتمع الذي يعم فيه الفحش وقلة الحياة مجتمع ضعيف الإيمان ساقط. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. السلام عليكم. في الغرب يرفعون شعار لا تجعلوا من الحمقى مشاهير. أحيانا أقرب طريق للشهرة هي أن يستحمق الواحد. الشهرة وسيلة وليست غاية. إبراهيم عليه السلام قال واجعل لسان صدق في الآخرين، والله تعالى ألهمنا أن نقول واجعلنا للمتقين إماما. أنك تكون معروف بخير، بتفوق، بنجاح، بعلم، بعمل، بإصلاح، بإحسان إلى الخلق، بتطوع، إبداع. قصص النجاح في مجتمعاتنا كثيرة والحمد لله، نحتاج إلى أضعاف مضاعفة، لكن موجودة. في قصص نجاح بدأت من الصفر، من لا شيء. وعادة الناجحين يحفرون بظفرهم ويدأبون ويسعون ويخفقون ويسقطون ثم ينهضون ويواجهون تحديات وعقبات. بعض الناس أبغى يختصر القصة هذه كلها ويحصل على نجاح سريع وخاطف، وبزعموا أن النجاح هذا يجيب له المال والإعلانات. واليوم في ظل هالشبكات أقرب طريق هو أن تصادم المجتمع، تصادم الناس بشيء غير مألوف، ضد دينهم، ضد أخلاقهم، وتعتبر هذه جرأة وشجاعة، أنه والله حصلت على أرقام مشاهدات عالية وفتحت لك أبواب الشهرة وسينجيم، والناس يتساءلون حولك، وممكن حوار مع جريدة ولا مع قناة فضائية، ويلا وفلان راح وفلان جاء، والناس يسلمون عليك وسويت زين شيء لهم. والكوميديا ضرب من ضروب العروض، وأحيانا الكوميديا الإلقائية، واحد يعني واقف يتكلم مع الناس يضحكهم كلام بس لحدود.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم تستحي، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمجتمعات إذا لم يكن فيها من يخاف في الله أو يستحي منه في الله فقد تودع منها، انتهت. كان بعض السلف يقول حب الظهور يقطع الظهور، ما حد يصور من دون. هناك تحولات غير عادية في مجتمعاتنا، قد أتفهم الكثير منها، ولكن التفهم لا يعني الغفلة وإغماض العيون. وهالجيل الجديد هذا هو اللي يقود التحولات. يا إلهي يا رب احفظهم وأصلحهم وخذ بأيديهم إلى الخير يا رب، واكفهم يا سيدي شر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يا رب. تريدين أن تضيفينه؟ وتغير شكلك كذا بنيتي. لا 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 الدو. نورة نورة دبي نورة لا